طيب ناخد سؤال من على الواتساب. عندي ديون كتيرة وأنا راجل صنايعي والشغل واقف، فكرت أخد قرض من البنك ولكن رجعت عن الفكرة لأنه حرام، فهل يجوز لي أن أبيع كليتي لسداد الديون أم لا؟ بيع الجسد لا يجوز شرعا، لأن جسد الآدمي مكرم، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، عشان نعرف قيمة الجسد. نعم. الناس ظن أن الجسد ده يعني لا، بدليل ضافرك لما تقصها تنماش في الحمام. أيوة. ولا في الزبالة. تدفنها. شعرك لما يتقص السن ايه يدفن. أيوة. ليه؟ لقول ولقد كرمنا بني آدم. فالله عز وجل خلق هذا البدن ليس للبيع والشراء، إنسان أعلى من البيع والشراء، ذو قيمة ذو كرامة. أيوة. فالبيع لا يجوز شرعا، يجوز التبرع خلاص، أما البيع لا هذا حرام. طب أنا أعمل إيه؟ القرض حرام والبيع حرام. إيه الحلال؟ الزكاة حضرتك. القرض الحسن حلال ليك شرعا، الزكاة، لكن مش حلال ليك بتبيع جسدك. تمام، جزاكم الله خيرا.